وين ما كنتوا في المملكة مرحبا بكم يا صغار الصف الثالث الابتدائي. راح ندرس من قاموس الصور بعض الأشكال. diamond okay d d diamond d d diamond d d diamond d d duck d d duck d d duck ها الوزة ولا البطة. ears 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 يعني شوفوا وين الصورة ايش معناتها اعطوني بالكومنتس يلا. egg 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 يلا اكتبوا لي اياها ايش معناتها هذه هذه بيضة. eyes 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 ايش نسوي فيها ايش نسوي بعيوننا ها ايش نسوي فيها نشوفها نشوف الدنيا فيها. طيب finger 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 fish 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 finger ايش معناتها الصبع اوكي الاصابع او الصبع وحده تسمي finger اوكي. عندنا هنا سمكة وش هذه شو اسمها ها شو اسمها بسرعة ها بالانجليزية goat 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 excellent يلا carry on grandma 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 جدتي grandpa grandpa جدي green green ها ايش هذا اللون ايش هذا اللون ايش لونه اعطوني بالكومنتس واشتركوا معي واذا عجبكم الدرس يلا. hand 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 اوكي يلا هذا هو اليد مع السلامه.